بسم الله والابن والروح القدس تحل عليهم يتوب عليكم من الآن الأبد أمين. كل سنة وحضرتك طيبين. يعني اللي فاكر السبت اللي فات كلمت وياكم وقلت لكم إن أنا هتكلم كل يوم سبت على تأملات على إنجيل يوم الأحد. وحضراتكم أنا عارف حضراتكم كلكم وسيد العارفين كلكم أنا عارف، صدقوني إنكم كلكم يعني عندكم ثقافة روحية وثقافة كنسية كبيرة قوي. وزي ما قلت لكم إن أحد الخمسين بتبتدي طبعا من أحد القيامة إذا اعتبرناه الحد الأولاني، لكن إذا اعتبرنا برضو يعني أحد تومة الأحد الأولاني اللي هو أحد الإيمان أو أحد الأحد الجديد. وعلى فكرة ده كان من الأعياد السيدية الصغيرة. وبكرة إن شاء الله الحد الثاني، والحد الثاني أحد الخبز الحي أو خبز الحياة. والسيد المسيح قالها بصراحة، أنا هو خبز الحياة. وعلى فكرة اللقب ده اللي أطلقه السيد المسيح على نفسه لقب رغم أنه بسيط جدا لكن مهم جدا جدا، لأنه هو يعني قالك أنه هو الخبز الحقيقي وأنه هو خبز الله، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة العالم. وقال لهم هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. وقال اليهود أيضا أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وقال لنا الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. عايز أقول لحضراتكم إنسان المسيح لما عمل معجزة الخمس رغيف والسمكتين وبعدين دغروا عليه بعد كده ولقوه بعد كده تقابلوا معاه فتلموا حواليه الجموع فقال لهم أنا عارف أنتوا جايين مش لأنكم مش جايين عشان يعني آية معينة، لا، لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. هو يعني بأسلوب جميل سيد المسيح بيبكتهم إن اللي جايين يعني، ودايما كتير قوي كده من الهتيفة اللي بيتنططوا وبيجروا في كل مكان لكن ما لهمش لا أي أصول روحية ولا أي أصول دينية ولا أي حاجة، لكن يعني للشكلية والمظهرية فقط لا غير. بس سيد المسيح حب يحط مبدأ مهم جدا فقال لهم كده، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. مش عشان انتوا شفتوني عملت معجزة الخمس سمكتين ووكلت الناس كلها الخمس تلاف غير الأطفال والنساء وكمان قلت لهم اجمعوا الكسر فجمعوا الكسر 12 كفة مملوءة يعني، لكن يعني قال لهم بقى ان الأهم من الطعام الجسدي هو الطعام الروحي، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. وعلى فكرة ابتدى بقى سيد المسيح يتكلم وياهم ويفهمهم ان هو الخبز الحي والخبز الحقيقي. والخبز الحقيقي هنا يعني خبز إلهي، لأن إيه قال لهم أنا هو الطريق والحق والحياة. الخبز الحقيقي هو الخبز الإلهي. وعلى فكرة هم طبعا كان عندهم اعتقاد كبير قوي قوي طبعا في المن اللي ربنا نزله لهم من السماء عن طريق موسى النبي، لما موسى زمروا عليه في البرية وقالوا له انت جايبنا هنا نموت، فصل ربنا فربنا بعت لهم المن السماوي، المن اللي من السماء. فطبعا يعني السيد المسيح حب يفرق بين الاثنين، يعني المن اللي نازل من السماء ده كان من حاجة مادية ما هيش حاجة إلهية مش حاجة سماوية، وده يختلف عن ايه ان السيد المسيح هو خبز الحياة. خدين بالكم ازاي فيقول لنا كده. طبعا يعني هم قالوا ان الله ربنا هو اللي بعت لنا موسى
هو اللي بعت لنا المن ده، هو اللي جاب لنا المن ده من السماء. فرد عليهم قال لهم يعني ده ربنا هو اللي بعت لكم هذا المن. بس على فكرة يعني عايز أقول لكم على حاجة، طبيعة هذا المن إنه إيه، كان زي ما حضراتكم عارفين إنه كان بيتجمع يوم بيومه، ولو قعد تاني يوم، لو قعد تاني يوم يفسد وينتن ويدود. طبعا لو هو يعني أكل إلهي ما كانش يفسد، لأن اللي مصدره الله لا يمكن يفسد ولا ينتن، لأن الله يعني غير قابل للفساد. وعشان كده هو حب إيه يبتدي يتكلم معاهم شوية، وابتدي يقول لهم بقى يعني إن آبائكم أكلوا المن وماتوا. وهنا موضوع ماتوا دي يعني السيد المسيح كان يقصد بيها بقى إيه، يعني ما كل الناس بتموت طبيعي، لكن هو آبائكم أكلوا منه وماتوا، يقصد بقى إن إيه موت اللعنة، الحكم اللي حكمه ربنا على آدم وحواء لما قال لآدم، قال له من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا الشجرة التي في وسط الجنة، يوم تأكل منها إيه موتا تموت. عشان كده يعني قال لهم كده إيه، آبائكم أكلوا المن وماتوا. وطبعا يعني طبعا اليهود كانوا بيعتبروا يعني إن المن ده من الأسرار الإلهية اللي ربنا خصهم بيها. وطبعا يعني اتكلم فيه كتير، طبعا لما هو قال لهم انا ان هو الخبز الله النازل من السماء، طبعا تذمروا عليه وما عجبهمش الكلام، لان هم عندهم عقيده راسخه وتقليد عندهم ان المسيح لما يجي هيطعم شعب اسرائيل من المن الجديد، هيطعم شعب إسرائيل من المن الجديد. وعشان كده ده الموضوع ده في حقيقة تاريخية. يمكن أقول لحضرتك، أنا عارف طبعاً أنتوا كلكم أساتذة وفاهمين يعني، إن لما أنشئ هيكل سليمان كان موجود في هيكل سليمان إيه؟ الهيكل إيه كان فيه إيه؟ تابوت العهد. تابوت العهد كان فيه ايه؟ كان فيه عصا هارون، العصا التي افرخت، كان فيه كمان لوحي الشريعه، كان فيه حاجه ثالثه مهمه قوي، القسط قسط المن الذهبي. خدوا بالكم ربنا يعني موسى قال لهارون ايه؟ خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر مناً وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. عشان إيه يفضل كهن؟ لكن يقال بقى لما الهيكل تهدم أرميا النبي خاف على قسط المن الذهبي، فأخده وأخفاه ومحدش عرف مكانه خالص، لدرجة إن لما بعد كده دوروا عليه في كل مكان ففشلوا إن هم يدوروا عليه. فطبعا كان عندهم تقليد مهم قوي إن المسيح لما يجي هيعمل إيه؟ هيخرج لهم المن، قسط المن المخفى اللي مستخبي اللي ما حدش يعرف طريقه. عشان كده خدوا بالكم في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني يقول لنا كده ايه، من له اذن فليسمع ما يقوله الروح الكنائس، من يغلب فسأعطيه ان ياكل من ايه؟ من المن المخفى. خدوا بالكم ازاي؟ عشان كده كان كمان من تعاليم الربيين السيدة أيام المسيح إن بمجيء المسيح سوف تبدأ من جديد أعمال موسى من جديد. وكانوا بيعتبروا بقى موسى النبي
ده كان الفادي بتاعهم، ولما يجي المسيح هيبقى الفادي الجديد. وعشان كده ايه قال لك بقى ايه المن المخفي دون ده هيبقى يعني هيطلعوا المسيح اللي جاي وهيبقى مسخر للابرار، وبعدين ايه وياكلوا مين المستحقون فقط مش اي حد. خد بالكوا ازاي. عشان كده كان في اعتقاد سائد في الاوساط اليهوديه ان في العصر المسياني الرب هيعمل وليمه سمائيه للمؤمنين كلهم. خد بالكوا ازاي. عشان كده في مره من مرات سيد المسيح كان مع مجموعه من الناس كده وبيحكي وياهم في الجموع لهم كده اذا صنعت ضيافه فادعوا المساكين الجدع العرج العم فيكون لك الطوبه اذ ليس لهم ما يكافئوك لانك تكافئ في قيامه الابرار. واحد من المتكئين قاعد عشان طبعا عندهم اعتقاد قديم، وراح رد وقال ايه طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت السماوات. طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت السماوات. عشان كده اليهود ابتدوا بقى يفتحوا الحديث ويقولوا له يعني انت يعني عايزين نعرف يعني لما قال لهم يعني اعملوا لنا للطعام البائد وابتدى يقول لهم انا هو خبز الحياه، فابتدى قالوا له يعني نعمل ايه حتى نعمل اعمال الله. قال لهم كده هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي هو ارسله. قالوا فاي ايه ستصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ اباؤنا اكلوا المن في البريه كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء ليأكل. عشان كده كان كانهم بيقولوا له ايه زي ما موسى نزل لنا المن في ايام لما كنا في صحراء سيناء، انت لو انت عايزنا نؤمن بيك تنزل لنا ايضا ايه من مره ثانيه. قال لهم بقى انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. فطبعا بقى حب ياكد بقى ان هو بس مش الخبز الحي، ان هو المسيح بس، لكن عايز يفهمه بقى ان هو كمان ايه الله الظاهر في الجسد. ادي بالكوا ازاي. وطبعا يعني عايز اقول لكم دي عطيه يعني رائعه جدا جدا ان سيد المسيح يدينا جسده ودمه. وطبعا كلام كتير قوي في موضوع الجسد والدم، لان النهارده برضه مش بس يوم الخبز الحي، النهارده بيسموه يعني عشان انجيل بكره يعني يوم الافخارستيا، اليوم اللي يعني السيد المسيح قدم لنا كده جسده ودمه عشان ناكلهم. طبعا عارفين طبعا يوم خميس العهد اسس هذا السر العظيم، سر التناول المقدس، وادى التلاميذ خبز وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور من اجلكم، واداهم الكاس وقال لهم اشربوا بعد ما بارك شكر وبارك وقال لهم هذا هو دمي المسفوك من اجلكم الذي يعطى للعهد الجديد. نفكر ازاي. طبعا عايز اقول لكم يعني ان معلمنا بولس الرسول حب يحط لنا شويه اساسات كده جميله ويقول لنا كده قد ايه السيد المسيح لما ادانا جسده ودمه حط لنا شويه شروط مهمه جدا. يقول لك من ياكل جسدي ويشرب دمي بدون استحقاق، ده السيد المسيح بيقول كده، يأكل ويشرب دينونة لنفسه ويكون مجرما في جسد الرب ودمه. والآباء كل أجمعوا تقريبا كده يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق، يعني بدون إيمان، ما عندهمش إيمان
ان ده جسد حقيقي وده دم حقيقي، ان الخبز اللي احنا بناكله مع المذبح ده اتحول من خبز عادي لجسد المسيح، والخمر او الاباركه اتحولت من خمر عاديه لدم المسيح، وده ايماننا اللي لازم يعني نفضل طبعا متمسكين بيه. وزي ما قال الكتاب يعطى لمغفره الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منه. عشان كده يعني معلمنا بولس يقول لنا ايه، كاس البركه التي نباركها اليست هي شركه دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره اليس هو شركه جسد المسيح؟ يعني عشان كده حته التاكيد ان احنا بالجسد المسيح ودمه اللي احنا بناكلهم في سر التناول بيدينا شركه مقدسه معاه. عشان كده سيدنا المسيح قال ايه، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ويحيا فيا وانا فيه. ما اجمل طبعا انسان لو فعلا اتقدم بايمان وتقدم باستعداد وتقدم بتوبه حقيقيه وتقدم وحاسس ومقدر بقدسيه الجسد والدم، في شك يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه، ويحيا في المسيح والمسيح يحيا فيه. نعرف طبعا ان احنا كنيسة مقفولة دلوقتي واتأخرتوا كتير قوي فإنكم تتناولوا من جسد الرب ودمه، لكن إن شاء الله رغم أن فات الكتير، لكن إيه زي ما يقولوا فات الكتير ما بقى إلا الإيه القليل، وربنا يقدر على كل شيء. بس بلاش نقعد نسمع يعني الإشاعات، خلاص يفتحوا الكنيسة، خلاص هيعملوا كل ده كلام، يعني إيه يعني كده كل واحد يقول على كيفه كلام، لكن لما يبقى فيه قرار هنبلغه للكل. يعني إذا كان في كاليفورنيا بياخدوا قرار أو في فلوريدا بياخدوا قرار، قصدي يعني مع نيابة أنبيوس، ما فيش شك طبعا يعني هيجي الوقت برضو إن 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 يبقى فيه قرار بالنسبة لنيوجيرسي وبروشيت نيويورك طبعا، لأن احنا يعني الرئاسة بتاعتنا واحدة نيافة الأنبا ديفيد، واحنا بنعمل سيدنا بيعمل معانا اجتماع كل يوم ثلاث وبيقول لنا دايما آخر المستجدات وآخر الأخبار. لغاية دلوقتي ما فيش أي حاجة خالص خالص خالص، كل ده كلام بيتقال وبيتسمع، يعني ناس من فلوريدا يكلموا حد يقولوا له مش عارف إيه، وناس من كاليفورنيا يقولوا له إيه. يا جماعة يعني طولوا بالكم شوية، وكل على فكرة ما طولنا بالنا كل ما بقى أفضل، صدقوني طولوا بالكم شوية مش هيجرى حاجة أبدا. يعني احنا شوفوا بقى لنا قد إيه دلوقتي، قربنا أهو نكمل يعني شهرين. يعني عايز أقول إيه، طولة البال كده إن شاء الله ربنا يديكم الصحة كده والأمور تعدي، ويعني كنايس تتفتح، وطبعا يوم ما تتفتح طبعا هيبقى بترتيب خاص لأنها تبقى الأعداد قليلة جدا جدا. يعني احنا أصلا ملزمين بقوانين الولاية، يعني زي ما الولاية بتقول لنا احنا بنعمل، يعني احنا مش هنقدر نطلع بره قرارات الولاية، في قوانين وقرارات ولوائح احنا ملتزمين بيها. لو قالوا لنا نفتح النهاردة هنفتح النهاردة، لو قالوا لنا لسه بعد شهر يبقى بعد شهر، لو قالوا لنا حد بس يروح الكنيسة يصلي وكاهن ومعايا اتنين شمامسة هيبقى كده. يعني عايز اقول ايه، مش احنا ما احناش اصحاب قرار، لان احنا يعني في بلد والبلد ليها نظام ولازم نلتزم بالنظام بتاع البلد، وده طبيعي يعني. لكن يعني كنت بقى ايه، كل عمال يسمع حاجه فيردد كلام ويقول كلام، مفيش اي على فكره اي حاجه. عايز اقول لكم بقى ايه بركات التناول من الجسد والدم. بركات التناول احنا قلنا
يعني الأول عشان أتناول وأخذ، يبقى ليه بركة كبيرة في إن أنا بتناول، يبقى لازم نمرة واحد الإيمان، نمرة اثنين الاستعداد بالتوبة الحقيقية، التوبة بالحقيقية، ولازم يبقى إحساسي بقدسية الجسد والدم اللي داخلين كل يوم يتناولوا وفاكرين إن ده بياكلوا بقى عيش وقربان وأكتر من كده مفيش، ده لازم يراجعوا نفسهم كويس أوي أوي، لأن هو يعني السيد المسيح نفسه قال كده، من يأكل جسدي ويشرب دمي بدون استحقاق، بدون استحقاق، بدون إيمان، بدون استعداد، يكون مجرما في جسد الرب ودم، ويأكل ويشرب دينونة لنفسه. عشان كده يا ريت نخلي بالنا، يا ريت نخلي بالنا، الموضوع خطير جدا، مش موضوع سهل أبدا، يعني لازم فعلا الناس تقدم توبة وتراجع نفسها، تروح كنيسة بدري وتصلي بدري وتاخد البركة من الأول. خد بالكوا إزاي بركات إن الواحد يتناول مجسد الرب ودم القدسين. طبعا مغفرة الخطايا دي نمرة واحد، يعطى لمغفرة الخطايا، ده موضوع أساسي، إن احنا بس الخطايا مش هتتغفر إلا إذا قدمت توبة، الخطايا مش هتتغفر إلا إذا اعترفت خطياتي. خد بالكوا إزاي، يعني عايز اقول لكم على حاجه، الواحد ممكن يقدم توبه في البيت مثلا، لو الكنيسه مفتوحه نقدم توبه في البيت خلاص، واعترف بخطاياي كده قدام ربنا واحاسب نفسي واقول له يا رب سامحني، انا ما استاهلش حاجه خالص، لان انا عملت وعملت 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 وزعلتك في خطايا كتير قوي 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 اللي فاكره واللي مش فاكره. بعدين لازم اروح اعترف، لازم اروح اعترف وأقدم توبة لربنا في وجود أب الاعتراف، وأخذ الحل، الكاهن لما يحط الصليب على رأس المعترف تبقى هي إيد المسيح اللي قالت للمرأة الخاطية أما دانك أحد ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. تبقوا إزاي كل ده ما بيدناش مغفرة خطية، كل دون ان انا اقدم توبة ما اخدش مغفرة خطايا، اخد حاجة اسمها استحقاقات المغفرة، اروح اعترف لربنا في وجود اب الاعتراف واخد الحل، برضو ما تتغفرش الخطية، لكن اخد برضو استعدادات استحقاق المغفرة. لكن امتى تتغفر الخطية؟ لما اروح الكنيسة بدري وبإيمان وباستعداد وبانصحاب وبتوبة حقيقية وبالتضاع كل دون، وأكل جسم المسيح ودمه، وإيه يقول لك يعطى لإيه؟ لمغفرة الخطايا. البركة الكبيرة اللي أنا باخدها حياة أبدية، الخلود حياة الأبدية. خد بالكوا إزاي يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. على فكرة برضو من ضمن البركات الجميلة اللي بيدهلنا التناول من سر إفخارستيا، من سر الجسد والدم الأقدسين، الوحدانية، إن إحنا نبقى كلنا واحد في المسيح. صوروا بقى كلنا كأننا جسد المسيح ودمه، المفروض نبقى كلنا واحد، لينا الفكر الواحد ولينا القلب الواحد ولينا الرأي الواحد ولينا الهدف الواحد، وكلنا نبقى واحد في المسيح. يعني صوروا بقى، يعني لو مثلا النهاردة مجموعة كبيرة كده زي ما أحسن بيحصل الاجتماع الشباب بيسموه إيه الأورينتال ده، أنا ماليش في الموضوعات الانجليزي دي، لكن يعني اسمع بس كده يعني، وشباب من كل بقى ايه من كل النواحي، واخد بالكم ازاي. بس طبعا انا عايز اقول لكم، لو انا بقى النهارده بقى ايه بيتناول مثلا ناس من افريقيا وناس من اسيا وناس من امريكا وناس من اوروبا وناس من استراليا وناس كل دول، بس كل دول ايه اقباط ارثوذكس،
اسود وابيض واحمر وقصير وطويل وغني وفقير وعالم وجاهل، كل العالم كل دول. وبعدين النهارده جم، وانا بقول ايه؟ ايمان واحد، ايمان واحد، مش بقى كل واحد ايمان مختلف، لا ايمان واحد، ايمان، الايمان اللي احنا استلمناه، الايمان القبطي الارثوذكسي. تصوروا بقى لو كل دول اتناولوا مع بعض بهذا الايمان الواحد وطلعوا بعد كده السماء، هيبقى في فوارق بينهم؟ ابدا 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 ابدا، كل الفوارق دي هتبقى زيرو وهتنتهي، وكلهم هيبقوا زي بعض بالظبط. واخدين بالكم ازاي؟ عشان كده صدقوني ما اجمل، يعني احيانا مثلا واحد ومراته مثلا دخلوا اتناولوا وهم عاملين كده زي الديوك، خرجوا بره الكنيسه اتخانقوا مع بعض، ركبوا العربيه زعقوا لبعض، فين الوحدانيه؟ فين الفكر الواحد؟ فين القلب الواحد؟ فين الراي الواحد؟ فين كل ده؟ امال بس احنا كده يعني كنا دخلنا كنا كده اي حاجه وخلاص؟ فين الجسد؟ فين فعاليه الجسد، فعاليه الدم؟ لما اتنين اخوات يخرجوا بعد ما يتناولوا ومتخاصمين يبقى عملنا ايه؟ ولا حاجه. لما اتنين اصحاب يخرجوا ما بيكلموش بعض وبيدينوا بعض، كل واحد بيتكلم عن التاني من ناحيه تانيه، ولا ينفع. او ده يقول لك ايه؟ ياكل دينونه لنفسه، ياكل دينونه لنفسه ويكون مجرما في جسد الرب ودمه. عشان كده صدقوني يعني بركات التناول من جسد المسيح ودمه، بركات ان احنا ناكل من جسد الرب ودمه، يعني زي ما قلت لكم مغفرة الخطايا، نمرة اتنين الحياة الأبدية، نمرة ثلاثة ايه؟ نكون كلنا واحد، كلنا واحد، بتدينا وحدانية في المسيح يسوع. من يأكل جسد المسيح يثبت فيا، ونثبت في الواحد، يثبت فيا وانا فيه، ويحيا فيا وانا فيه. يا ريت ربنا يدينا نعمة وبركة فعلا ان شاء الله يوم ما تفتح الكنائس كده، ونكون فعلا راجعنا نفسنا، نكون قدمنا توبة وبإيمان دخلنا عشان ناكل الجسد المقدس والدم الكريم، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. نصلي: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن نزوي إلينا، ولا تدخلنا بتجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد، شركة موهبة عطية روح كريستوس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم، أمين.